وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. كانت الفيل الأزرق هو بطل المرحلة الأولى، ولكن في النهاية وإحنا بنتكلم عن السينما التقينا بنتكلم عن السياسة، بنتكلم عن علاقات الشعوب، بنتكلم عن المغرب تحديدا. وإحنا بنتكلم عن المغرب كان حصل كده إيه حاجات صغيرة، شوائب صغيرة، ومع ذلك أي مغربي قبله كانوا زعلانين من المصريين وكانوا زعلانين من الإعلام المصري أو بعض الإعلام المصري، لكن طبطبايا، كلمة حلوة، أغنية، صوت أم كلثوم يرجعك تاني. أستاذة أمينة وإحنا قاعدين قبل ما نبتدي التصوير قاعدة تحكي لي مشاهد للأستاذ عادل إمام، تحكي لي عن أفلام وبتحكي لي عن المسلسل الأخير ليه صاحب السعادة. أنت واضح أن حضرتك مهتمة جدا بالفن المصري. جدا، أنا متابعة يعني مسلسلات والأفلام يعني دقة، وآخر ما شفت مسلسل الأستاذة كانت فيه يعني القمة. يا رب يا والله يا والله العظيم. ربنا وشفت المسلسل ديال عادل إمام آخر صاحب السعادة، يعني حقيقة دهلت، ولا سيما كان الممثل اللي جسد دور وزير الداخلية، فكان يعني الروعة. مظبوط هذه حقيقة، أنهم كلهم كانوا يعني ممتازين، ولكن يعني توجهت كتير للفيلم. ممكن تكلمينا عن الفن المغربي، يعني تقولي لنا أهم ملامح، إزاي المواطن المصري يدخل يتفرج على عمل مغربي، على مسلسل مغربي، على فيلم مغربي؟ إن شاء الله إن شاء الله، لأن دابا إحنا يعني ممكن مشكلة اللهجة شوية، ولكن أنا مثلت في مصر في الأوبرا، قدمت فيلم على غشاش دماغي ما فهم، اللي هو يا فندم البحث عن زوج امرأتي، وكان يعني وكان الجمهور يعني مبسوط جدا، يعني فيه الضحك وفيه هذا، يعني ولو ان اللهجة ما فهموهاش، ولكن والله انا بفهمكم كويس قوي. ايه انت يا مولى اصبحتي مغربيه، انت اصبحتي مغربيه، انا بفهمكم، اصبحتي مغربيه، ومرحبا بك دائما في كل وقت وحين. شكرا لحضرتك استاذ سميد. اعلاميين مع بعض بقى، قول لي الاعلام ازاي ما يخربش الدنيا بين الشعوب، يعني ازاي الاعلام يلعب دور في المرحله اللي جايه؟ الإعلام الداخلي محتاج يلعب دور داخل وطنه، والإعلام يجب أنه يلعب دور في التقريب بين الدول وبين الشعوب، خاصة لما تبقى دول أشقاء وبينهم ثقافات عديدة مختلفة. أنت نجم هنا وبتخاطب شباب كتير، وكان عاجبني جدا، عايز أقول لكم أنه رنات الموبايل بتاعته كلها أعمال عادل إمام، كل رنة تديك مقطع من مسرحية أو فيلم لعادل إمام، وده شيء وهذه مغامرة في حد ذاتها، لأن أتلقى مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص الذين ربما يحاولون التكلم في مواضيع جادة، ولكن أنا متأكد بأن عادل إمام لديه سحر خاص، وإن تلقيت مكالمة من أي أحد سوف يكون سعيدا بسماع صوت هذا الفنان الكبير. الله. يعني هو لا ده طالب بيكلم سيادة السفير انه عايز مقاطع واجزاء من مصر ومن الفن المصري عشان يعرضها داخل برنامجه التلفزيوني دائما، علشان يوصل ويحافظ ويوطد العلاقة مع المصريين. ده احساس جميل وبديع طبعا. الله يحفظك يا استاذ. وانا معروف كذلك بكون بعض اللازمات المصريه في الحديث استعملها عندما اتكلم مع بعض الضيوف، لان تعلمون بانه في البرامج هناك افكار وايديولوجيات، يعني يجب ان يكون الانسان حريصا جدا على تتبع كل ما يقال، لان هناك الكثير من الاشياء التي يجب ان تفهم اولا، وربما بعض الاحيان استعمل تعابير لا يا شيخ وسمعنا صوتك وايبا شوف لي بكره ودي على افا وصباح النور، طبعا عندما يكون الدخان الازرق وليس الفينا الازرق. واود ان اقول هو انه لو كل انسان احتفظ بصوره لشخص مصري يعرفه أو شخص مغربي، أود أن أفتح قوس بالنسبة للمغاربة، فإننا كأمينة رشيد كل متعة التي نأخذها مع المصريين، نحن حرام ألا يأخذ المصريون متعة مع سيدة مثل هذه. نعم. الذي أهم عن رائعة، يعني أنا متأكد أنه الناس يشوفوا فيها الملح والسكرم وغش الشموت في أجزائه، وكذلك البحث عن زوج امرأتي في أجزائه كذلك، سيكون هناك استمتاع كبير بهذه السيدة، وسيتم اكتشافها بوجه آخر. يعني هذه دعوة، هناك فنانين كثر مغاربة. نعم. أمينة رزق المغرب يعني. فأنا أقول بأنه كل إنسان يترك لدى الناس انطباع،
والفنان الناجح هو من يترك انطباعا خاصا عندما تراه. أستاذ خالد عندما أراه أتذكر عمارة يعقوبيان وربما حتى دوره في فيلم ميكانو وطريقة تعامله مع الأخ. الأستاذ كريم عبد العزيز في فيلم أولاد العم كان فيلم رائع في طريقة التعامل. يسرى بصورة لن تمحى أبدا من ذهني لحظة الخروج في فيلم الإرهاب والكباب. يعني كل هذا يختزل كل المستوى الذي تصل إليه سيدة ربما تتكلم الفرنسية بطلاقة وهو شيء غير معتاد لدى الكثير من المصريين، لها ثقافة عالية جدا ولكن تتقنه بشكل رائع، وهذا هو الفن. والإعلام يجب أن يكون له الوعي السياسي واللا سياسي بأن الهدف الأسمى والأرقى هو التقاء الشعوب، والشيء الوحيد الذي يسمح بالتقاء الشعوب هو الرياضة والثقافة. السياسة مسألة نخب، الاقتصاد مسألة نخب ومختصين، العلم مسألة نخب ومختصين، شيئان وحيدان يسمحان بالتقاء الشعوب هما الثقافة والرياضة، وفيهما بين المغرب تنافس كبير، بين المغرب ومصر تنافس كبير وتطابق كبير. من يرى ربما فيلم كازانيغرا للعفيس إدريس الروخ سيتذكر أفلام مثل حين ميسرة وهي فوضى. من يرى أفلام أخرى مغربية بحال فيلم الحوس كرم بشموس سيرى أفلام لعادل إمام ربما كراكون في الشارع أو أفلام أخرى لفيها مواضيع متطابقة ومتقابلة. فنتمنى دوم الحب والمعروف بين الشعبين، وربما كلام كما قالته أماني الخياط أو تصريحات يوسف شعبان مؤخرا أو مقيلة من طرف بعض الفنانين لا يجب أن يعطاه أكثر من حجمه الطبيعي، لأن هنا 80 مليون من جهة و35 مليون من جهة، 125 مليون مواطن ما خصهمش يكونوا متأثرين من كلام شخصين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا ربما سيسمح بكون حديث العقلاء سيكون هو الأجدر والأجدى في المستقبل القريب إن شاء الله. الله عليك الله عليك. هو أنا طبعا اللي حضرتك قلته شيء مهم جدا، انه مفيش شخصين ممكن يبوظوا اي علاقة بين بلدين ليهم التاريخ ده مع بعض، فاستحالة. يعني ممكن حد يكون اساء التعبير اساء التقدير، ويعني انا يعني اتكسفت واعتذرت، كلنا اعتذرنا كلنا اعتذرت، علشان انتوا بالنسبة لنا نعم. لا للأمانة انتوا بالنسبة لنا حقيقي يعني انتو مهمين، انتوا مهمين عندنا، انتوا بجد بنحبوكوا قد ما انتوا بتحبونا، انتوا مش بتحبونا من طرف واحد، ده حب على مدار سنين وعمر وتاريخ. الدكتور سعيد بن سعيد العلوي واحد من الكبار الكتاب المغاربه والرئيس السابق لجامعه محمد الخامس بالرباط، عميد كليه الاداب. انا لا اريد ان اقول ارحب بالاخوه المصريين لان لا يكرم المرء في بيته. نعم. مش ممكن نرحب بكم في بلدكم يعني هذا نفسي. يعني أريد أن أقول أشياء كثيرة والوقت قليل، سأكون مختصرا أقول ثلاث أو أربع كلمات. تفضلي. النقطة الأولى التي أود أن أقولها هي أن هذا المثقف الذي يتحدث أو الجامعي أن الإعلام في وطننا العربي لا نتحدث عن سلبيته، أريد أن أكون أن أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس مش النصف الفارغ. الإعلام بالفعل كما ذكرت مرشح ومضطر، وهذا وظيفته ولا يملك أن يفلت من ذلك، أن يلعب دورا كبيرا في نشر الوعي. نعم. وبداية نشر الوعي هي نشر اللغة العربية ذاتها. 25 في مصر شدت المغاربة وكنا نتابعك يوميا ونتابع ما نراه في القنوات يوميا. الآن بهذا الامتداد ديال القنوات، طبعا هناك قنوات وحشة فمتوا ماذا أقصد؟ صحيح. يعني لا بس الشيء يسعدنا ان انتم بتشوفوا سي بي سي، انا فرحان جدا لكن جدا لكن الاعلام مضطر ان يلعب هذا الدور الكبير. نقطه ثانيه، انا جامعي واستاذ فلسفه ولكني غاوي ادب وغاوي فن وغاوي مسرح وغاوي روايه بالاساس، فحتى لن اتحدث عن الجانب غير الاخ العربي، خلينا بالجانب المصري. فترات عمري موقوتة بالروائي الذين قرأت له، عندي مرحلة ديال يوسف السبعي وحسن عبد القدوس، عبد الحليم عبد الله، توفيق الحكيم، وتوفيق الحكيم بالنسبة لي كان شبه إله صراحة، ونجيب محفوظ، وثم المرحلة اللي صار فيها روائيين أصدقاء، الغيطاني مثلا، واحد إبراهيم أصلان. أنا لم أرى الفيل الأزرق
لكن قرأته وقرأت الأعمال الثلاثة، فيرتيغو وهذا نشارة الحديد، تراب الماس، تراب الماس قريته، 19 قريته أيضا، قريته روايته كلها قريتها. وبالفعل عالمه، أولا لمن لا يعرف أحمد مراد، أنا فوجئت بشيء، هذا هو في عمر أبنائي، هذا شاب صغير. نعم. يعني هذه النقطة الأولى. ثانيا سخر إمكانات رهيبة جدا في معرفة النفس الإنسانية، لأن الشخصية معقدة جدا وصعبة جدا، الله يكون في عونكم، لم أرى الفيلم، سأرى بكل تأكيد، حتى يغوص الإنسان في عالم الحشاشين وفي عالم الخزعبلات وفي عالم الجن، الأمر ليس صعبا. بالنسبة لهذه الرواية، بداية جيل جديد من الروائيين في مصر. نعم. ونتمنى لهم التوفيق بالنسبة لعطائهم في كل الوطن العربي، ليس هدف بس. الآن أريد أن أقول كلمة عن شخصي. تفضل. الذي أحب ديب كايرو، أحب مصر على فكرة، هذا على سبيل النكتة. أنا رحت للقحش وتعشيت فيه كالتيفون مثلا. آخر مرة كنت في مصر، يعني كان في إخوة ومعانا سيد، قال هذا يعرف البلاوي كلها، بس قال لي خليني أنا أسلم عليه بعد إذنكم، اسمه محمد شوماني، يمكن تعرفوه طبعا، صديقي وصاحبي، وسلم عليه وعلى الدكتورة زوجته أماني الطويل. أماني. فقال لي شوف يا سعيد، الليلة فيه جانب من مصر ما تعرفوش. قلت له في حاجة ما عرفش مصر؟ قال لي حنحشيك عشا ما حصلش. قلت له فين؟ حنروح. قال روح عند البيرينس. تعشيت آخر مرة عند البيرينس. مبروك، اتقفل. خلاص. يعني أنا بالنسبة لي كانت فرصة، شفت إمبابة أول مرة أدخل إلى ذلك. أنت متابع الأخبار حضرتك ولا لا؟ يعني عارف إيه اللي حصل هناك ولا لا؟ لا والله مش عارف. طب أحسن، أكلهم حاجة تانية غير لا أكلت يا دكتور، خلاص أفترض يعني، لأن فلا أريد أن أطيل. أحيي الفنانين جميعا الموجودين معنا، ولا شيء يقرب بين الشعوب، وإحنا مش شعوب، إحنا شعب واحد أكثر من الفن. شكرا لك أستاذ عبد الله شكرون، رئيس اتحاد الإذاعات العربية، لك تاريخ مع الإذاعات ومؤسس جمعية الصداقة المغربية المصرية. فين الصداقة؟ طيب على كل حال أنا أريد أول أن أربط عن إذنك ما قاله الأستاذ الآن، وهو فيما يتعلق بالتعود على أي لهجة، على أي لغة. فأنا أغبط الإخوان المغاربة الذين يتقنون اللغة المصرية واللهجة المصرية. نعم. وأملي أن أرى في يوم ما بعض الإخوان في مصر يفهموننا من خلال أعمالنا، من خلال لغتنا، من خلال معروضاتنا في السينما بالخصوص، مادام أن المناسبة شرط وهو هذا المهرجان. أملي أن يكون في المستقبل نوع من الفرص، وأنا أعتمد على سعادة السيد السفير أنه يقرب فيما بيننا وأن ينظم، وأكيد أنه سيفعل هذا، سهرات أو مناسبات تعرض فيه نماذج من السينما المغربية. أنا أفخر بالسينما المغربية لأنني أشاهده، ولكن أريد آخرين على الأقل يقدرون بعض أجزاء، لأن النج في السينما المصرية. طبعا الإنسان، أنا كنت سعيد أن نسمعكم تتحدثون عن جزئيات في فيلم معين في هذا، وأتمنى أن تتاح الفرصة للإخوان في مصر، لأن اللهجة وأنت هي تعود. نعم. ما كنت متعودا أن أستمع في التلفزيون المصري لغة إلا اللغة المصرية، إلا اللهجة المصرية. الآن منذ مدة أسمع اللهجة الشامية. نعم. أسمع أصبحت لأنها فرضت نفسها تعود، مدبلجات وأفلام
ومسلسلات باللهجة الشامية، الشامية لأنها لبنانية وسورية. أتمنى أن تتاح لنا نفس هذه الفرصة. هيحصل بالزاف سيدي. أريد أن أربط أيضا المناسبة، أتحدث عن جمعية من جمعيات الصداقة فيما بيننا تسمى الجمعية، الجمعية الأخوة المصرية المغربية، وصارت لها سنوات وسافرنا مرارا إلى مصر وجاء الإخوان المصريين، ولكن انقطعت في السنوات الأخيرة حتى قبل الأحداث المعروفة. أنت أتمنى أن تتاح الفرصة، وهذا مرة أخرى أوجه الشكر إلى سعادة السفير الذي جمعنا وهيأ لنا هذه الفرصة، أن تتاح لنا أيضا إحياء هذه النشاط، هذه النوعيات من النشاط، ليس فقط السينمائي أو الفني، ولكن أيضا في الثقافة بوجه عام. فالجمعية التي أنا عضو فيها تهتم حتى بالجانب الاقتصادي، حتى بالجانب السياسي أحيانا، فهذا هو المؤمل في المستقبل. شكرا لكم جميعا. بشكرك جدا. الأستاذ خالد فتاوي، كلمنا عن مراكش قليلا، يعني تلك المدينة الجميلة مراكش الحمراء، وبيقولوا عليها مراكش البهجة. في جميع الحالات أنا بالنسبة لمدينة مراكش، الاسم واختيار المدينة وموقع المدينة وكل شيء بخصوص هذه المدينة تم اختياره من طرف زوجة يوسف نوتشافين، إذا كان اختيار امرأة، اختيار زيار الاسم واختيار المكان واختيار الموقع. جمال مدينة مراكش هو جمال طبيعي، جمال غير عادي، حيث أنه من يحضر إلى مدينة مراكش ومن يقول المغرب يقول مدينة مراكش، حيث أن مراكش أصبحت أشهر من اسم المغرب، بحيث أن مراكش كانت عاصمة ديال شمال إفريقيا بكاملها. مراكش كانت امتدادها إلى غاية السنغال ونهر السنغال. مراكش من القرن الـ11 تقريبا. نعم. إذن بالنسبة لمراكش، مراكش تراث عالمي، تراث إنساني، ليس فقط تراث معماري بل حتى تراث شفوي، بحيث أن مدينة مراكش هو تراث شفوي لمراكشيين، طريقة الكلام، طريقة اللباس، طريقة الطبخ، طريقة الحياة وأسلوب حياة. مراكش ليس فقط جنسية أو هو أسلوب حياة، هذا أسلوب يمكن يتقمصه أي واحد، أي جنسية يمكن يتقمص أسلوب مراكش، هو أسلوب حياة، أسلوب حياة ديال التسامح، ديال الانفتاح، ديال الاعتدال، ديال الحب الآخر، ديال الحب الناس، ديال الحب بصفة عامة، ونشر الحب. هذا هو مدينة مراكش، لذا هي مدينة البهجة. مدينة البهجة صحيح. بس واضح أن الأستاذ إبراهيم صدوق نقيب المحامين يبدو أن لديه إجابة. مراكش تأسست في القرن الخامس الهجري. مراكش أسستها دولة المرابطين المسلمة الحقيقية المغربية، كما أشار إلى ذلك الأستاذ الفتاوي، بناء على اقتراح من زوجة مؤسس الدولة المرابطية اللي هو يوسف بن تاشفين. وهذا شيء مهم، وأنا لاحظت بأن كاين واحد اللذة ديال المعرفة واللي نتطلع إليها جميعا لمعرفتها، باقتراح من زوجة يوسف بن تاشفين المسمات زينب النفزاوية، سوف تلفون مدارس وكذا مسمات باسمها. ولكن انظروا هنا غتلاحظوا معايا الله يخليكم واحد مسألة باش تعرفوا العرب والمسلمين فين وصلوا والمغاربة فين وصلوا في واحد الوقت من الأوقات. نحن الآن نتحدث عن القرن الخامس الهجري، 500 وشيء من لما ضاقت، هذا المؤرخين يقولون، قال لك لما ضاقت، لان المدينه الاصليه كانت هي مدينه اغمات، واحد القريه تبعد عن مراكش بحوالي 30 كيلومتر، كانت هي المدينه الاصليه العاصمه. تقول لك المؤرخين انه لما ضاقت جيوش المرابطين بالاقامه في اغمات، فكر يوسف بن تاشفين بناء على اقتراح من زوجته بانشاء مدينه جديده، فعين لجنه من الخبراء
هما كانوا تيسميوها انذاك لجنه من العرفاء. وهنا غيتنظروا معايا، هاد اللجنه ديال العرفاء ما تخرجينش من معاهد اداريه او من كليات الحقوق او من كذا، بل هم عرفاء حقيقيين ابناء الشعب. قضوا واحد الفتره باش يختاروا ليه البقعه، وانا غادي نجيكم علاش تسمى البهجه. لماذا تسمى البهجه؟ بس عايز اوصل بسرعه شويه لو سمحت لي. يعني انا مستمتع جدا بحكي حضرتك، بس عايز اوصل للبهجه بسرعه شويه. البهجه فرفعوا اليه تقرير تيقولوا فيه، وانا غادي نوصل لك الله يخليك، غادي تسمح لي باش نجاوبك على السؤال المحوري اللي طرحتي. بس لماذا يحكم اللهجه بس شويه؟ اي واخا لكن اتقلت يعني لست جهه قضائيه. تيقولوا لي لقد اخترنا لك منطقة لتكون دكالة فدانها، غيتوجدوا واحد الباب تيتسمى باب دكالة، والنفيس جنانها، وليكون جبل ضرن أي جبل الأطلس بيد أميرها طوال زمنه. أي باختصار راعوا في اختيار البقعة الجانب الأمني والغذائي والمائي. بشكرك جدا أستاذ محمد نظيف، أحد الفنانين المغاربة. مصر من خلال كل المداخلات يعني لمصر يعني دور كبير في الوطن العربي وليس فقط في المغرب. أتذكر وسأنطلق من شخصي، يعني أول روايات قرأتها بالعربية هي يوميات نائب في الأرياف، أول مسرحية عربي باللغة العربية قرأتها هي مسرحية أديب لتوفيق الحكيم. أول سفر لمصر كان في إطار نشاط يعني مسرحي، كان أول عمل لي كمخرج في مسابقة مسرح تجريبي في 1997 يعني. وقدمت عرض لمسرحية لكاتب جزائري عبد القادر علولة في باللهجة يعني المغربية يعني في مسرح الجمهورية عرضين، وكان الجمهور حاضر في العرض الثاني، وهذا دليل على أن الناس يعني رجعت أو سمعوا بالعرض وجاءوا، وكان كان كان تلقي عادي يعني من خلال النقاش. يعني أنا أعود لمشكل اللهجة، يعني لست متفقا بتاتا. كان تاني زيارة للمصر، وهنا أتحدث عن السينما، كنت بطل فيلم كان في مهرجان القاهرة هو الغرفة السوداء لحسن بن جلول عن سنوات الرصاص في المغرب. فالناس كلهم كانوا يقولون بنفهم في هذا الفيلم، كنا نفهم. فهي عملية يعني الواحد لو أنه يكون في إصغاء ويتعود شوي، يعني عايز إصغار وعايز زيادة في الإنتاج اللي بيفرض نفسه على سوق طبعا. فكان نقاش عند عرض فيلم الغرفة السوداء، كان نقاش حول توزيع الفيلم في مصر. نعم. إلى درجة أن المخرج قال لهم أنا أعطيكم الفيلم بلاش، أعطيكم الفيلم بلاش، قدموه دبلجو، يعني دبلجو بالمصري. ما كانش فيه رد يعني إيجابي لهذا الطلب يعني من إخواننا المصريين يعني. على برضو على طب أنا بس محتاج المايك يجيلك، ممكن نبدله كده يعني نمشي بس، وبعدين قبل الختام هنرجع للفلوس عشان هي الفلوس ممكن تحل المشاكل كلها. بالضبط. أنا بس عاوز أعلق على موضوع الإنتاج. هو فعلا في تأثير جامد جدا بين شركات الإنتاج المصرية والمغربية، واعتقد ان هو ده الحل السحري اللي ممكن يحل المعادله الصعبه. يعني انا مثلا مع الفنان سعيد الناصري كان فيه، انا شفت له هنا في المغرب من حوالي يمكن 12 سنه، يمكن اللي هو كان مسلسل في رمضان، كنت انا موجود هنا في رمضان، كان انا واخويا ومراته. انا كنت قاعد قدام كل يوم بالليل انا ومراته والأسرة نقعد نتفرج عليه، كنت بحبه جدا جدا. فأنا كان عندي فكرة إن أنا أخليه يعني أخد المسلسل ده، وكان في كلام معاه إن نقلبه إلى مصري مغربي، وكان ممكن يتعمل. كان في فكرة تانية برضو مع أحد شركة إنتاج نوع، إن إحنا بنعمل حاجة اسمها بتم في طيارة مثلا سيت كوم بكذا بلانكا شرم الشيخ، يعني في افكار زي كده. انا عن نفسي بقول لكم هوات، يعني انا منتج مصري، انا امنيه حياتي ودي بقولها من زمان جدا من 10 سنين، ولان انا واثق
جدا في عدالة هذه القضية، ان انا امنيت حياتي ان انا اعمل فيلم مغربي عن الصحراء المغربية، لان انا مقتنع جدا بهذه القضية. فانا بقول لك هوب من خلال البرنامج، لو في سيناريو فعلا يليق بهذه القضية انا واحد من الناس، مهما كلفني انا واحد من الناس مستعد فعلا ان انا انتج هذا الفيلم لتكون حاجة. طيب يا ريت، انا مستعد لهذا الموضوع. فانا قصدي عاوزين ان احنا نكون بيننا من بعض في تعاون، لان انا واثق جدا، يعني انا واحد من الناس ممكن شهادتي مجروحة، لكن الناس كلها عارفة ان انا بعشق هذه البلد وبحب هذه البلد، لان ولادي مصريين يعني ولادي مصريين مغاربة ما فيش شك يعني. فانا يعني برحب ان شاء الله ان نكون في تعاون بين شركة الانتاج المصرية المغربية في القريب العاجل، وشكرا. شكرا جدا. المايك ممكن نلففه كده شريفنا لحد الاستاذ فيصل الشعبي، رجل اعمال. حضرتك كمستثمر وبتستثمر في مصر وحضرتك مغربي، كيف يمكن ان يلعب رأس المال ورجال الاعمال ادوار وطنية وادوار قومية في التقريب بين الشعوب؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ حضرتك جيت استثمرت في مصر، انا شايف ان هناك مشكلة لازم يتم طرحها بشكل موضوعي. فالعلاقة بين مصر والمغرب لغاية النهاردة بتعتمد على أشياء كثيرة عندها علاقة بالحب، وهذه حاجة مهمة جدا. كان عندي جوانب أخرى، لازم أعيش في مكان أرتاح فيه، كان يمكن أعيش في فرنسا، أعيش في وأنا أتكلم الفرنساوي زي الفرنسية زي أي واحد فرنسي، وأفكر زي واحد أي فرنسي، ثقافة المغربية ثقافة فرنسية عربية، لكن كنت أحس بتواجدي في مصر بشكل مختلف. وفي نفس الوقت وأنا رجل أعمال ولازم أنتج وأخلق قيمة مضافة وأوفر عمل للناس، كان لازم أكون عايش في وسط الجو بنفس الشروط اللي عايشين بها أصحاب البلد، ولذلك لازم أتجاوز كل الخلافات وكل الأشياء اللي ما تعجبنيش. على مهم وجودك في مصر مشرفنا، ونتمنى لك النجاح دايما، وهتسمح لنا ننتقل الى المحطة قبل السماع. عايزكم تجهزوا لنا اغنية نعرف نغنيها كلنا معاكم، بس قبل ده لازم اشكر السيد السفير واسمع رسالة منه. السيد السفير ساعدني جدا في هذا اللقاء، انا بشكر حضرتك جدا، وكان بيسعى اليه وهو بيكلمني، كان حريص على التركيز على نقطة لازم الناس في المغرب يعرفوا احنا بنحبهم في مصر قد ايه. احنا لأول مرة قناة خاصة في مصر تنقل الافتتاح بتاع مهرجان السينما في مراكش، حبا وتقديرا وإحساسا بدور الإعلام في ده. لأول مرة نيجي ونعمل شغل كامل عن المغرب، وتبقى قاعدة كده جمع المصريين والمغاربة، بحيث أنا مش عارف مين المصري ومين المغربي. فأنا بشكر حضرتك وأتمنى أن الرسالة توصل لجمهورنا. حضرتك هتحمل رسالة للشعب المصري من المغرب، ورسالة إلى المغرب من الشعب المصري، تفضل. انا اولا بشكر حضرتك وقناة سي بي سي انكم جيتوا المغرب، ويعني هذا فرض علينا واجب، وبين اهلكوا هنا في المغرب، وطبعا احنا بنعتز بالقامات الكبيرة، مدام امينة رشيد ومدام يسرى، انا المحظوظ يعني جدا، هذه القامات اللي كل العالم العربي بيفتخر بيهم. أنا الحقيقة أحب أقول يعني من موقعي هنا كسفير لمصر في المغرب، إن أنا بحس هنا في المغرب إن أنا فعلا بين أهلنا وأحبابنا، وهذا الإحساس بتجده في كل المغرب، في كل شوارعها، في الأماكن الضيقة، في المدن الكبيرة، في المدن الصغيرة، وأنا متأكد إنه ذات الترحاب بنلاقيه في مصر لكل الإخوة والأخوات من المملكة المغربية. احنا الحمد لله مقبلين على مرحلة متميزة من هذه العلاقات، استمرار لهذه العلاقات المتميزة. سنشهد ان شاء الله في المرحلة المقبلة الكثير من التواصل والزيارات رفيعة المستوى على مستوى القمة بين البلدين. هناك يعني اهتمام كبير من الدولتين مصر والمغرب بالارتقاء بكل العلاقات فيما بينهم. في المجال الثقافي أنا أستطيع أن يعني أقول أن هناك اتفاق مع الحكومة المغربية لتنظيم أسبوع سينمائي
للسينما المغربية في مصر. كويس. وأسبوع ثقافي مغربي بالإضافة إلى الترويج للمغرب سياحيا والترويج لما تتميز به المغرب من ثراء ثقافي ومن إسهام كبير في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. فإحنا سنقوم بتعريف المجتمع المصري بصورة أكبر، زي ما الإخوة في المغرب يعرفوا مصر، يعرفوها عن ظهر قلب، وساعات بيعرفوها أكتر من المصريين نفسهم. نعم. فإحنا يجب أن إحنا أيضا الشعب المصري من منطلق محبته الكبيرة للمغرب أنه يعرف عن المغرب التنوع والثراء الثقافي والتنوع فيما ما هو عربي، ما هو أمازيغي، ما هو صحراوي، ما هو أندلسي. دي حاجة جميلة جدا وإحنا بنعتز بيها. إن شاء الله أيضا في المجال الاقتصادي المغرب هي بوابة لأفريقيا من الغرب، ومصر هي بوابة لأفريقيا من الشرق، والقطاع الخاص المصري والمغربي سيقوم بعدد من المشروعات اللي يستفيدوا بها من التكامل فيما بينهم. والحقيقة احنا ايضا في مجال السياحة تم تسهيل اجراءات السياحة بين مصر والمغرب. هناك بعض الصعوبات بنتغلب عليها، انما الان ممكن اي شخصين من المغرب يروحوا مع شركة سياحة ياخدوا الفيزا في مطار القاهرة. هناك ايضا توجه لتنظيم لفتح الابواب للسياحة المغربية الى جنوب سيناء والى منطقة البحر الاحمر، والترويج السياحي المشترك، والقوافل السياحية المصرية التي ستأتي الى المملكة المغربية. وبالمثل احنا بندعو الاخوة من المغرب لتعرفنا ببلدهم اللي احنا بنعتز بيها. طبعا. ويعني انا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بكم جميعا جداً. وسعداء بالفن المصري الجميل اللي هو بيرفع راسنا في كل صحيح. بلاد العالم، واللي احنا بنعتز بيهم، وممكن يعملوا بوجودهم في 5 دقائق في بلد اللي ممكن سفارة تعمله لمدة سنة كاملة. شكرا سيادة السفير. قبل ما اختم انا مع الجمهور العزيز اللي اتمنى انه يكون يعني نجحنا في توصيل بعض الرسالة. احنا في بلد غالي علينا وعزيز علينا جدا، من ساعة ما جيت ما بنامش، بفضل لحد اخر الليل واقوم الصبح بدري جدا، ومراكش ورغم انها مدينة واحدة في المغرب ما بتخلص، وعنواني هو البهجة. من ساعة ما دخلت فعلا تجد ان القلوب مفتوحة قبل الشوارع، ويصبح الفن هو القائد في رحلتي. كل ما اروح الاقي الفن في الناس البسيطة، الفن في الضحكة، الفن في عبد الحليم حافظ. كل ما ادخل مكان اسمع ام كلثوم فتشعر انك قريب جدا جدا جدا. ابتديت بالبهجة وحنتهي بالبهجة، وهتختاروا لنا اغنية نغنيها معاكم. بس هقول لجمهور مصر والمغرب بخير طول ما انتم بخير وتصبحوا على خير بعد الاغنية. تفضل.
الشاب